السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديال حليمة الفلالي. اليوم ان شاء الله غنقدموا غريبة ديال السميدة والكوك، كتجي زوينة بزاف. غنبداو ان شاء الله بالمقادير. غنحتاج 250 غرام ديال الكوك، يكون نوع جيد، يعني داك النوع ديال الرقيق، ماشي حبات ديالو كبار، يكون داك خايب، تيكون تيشرب بزاف ديال الليدام، تيكون ناشف، تيضيع الغريبة. من احسن هذا الرقيق كما كتلاحظوا، تيكون رقيق في حبات ديالو. عندي 250 غرام ديال السميده الرقيقه ديال الحلويات الخاصه ديال اللي كندير بها الحرشه. نقدر نزيد نقدر ننقص على حساب يعني الحجم ديال البيض والنوعيه ديال الكوك. غنحتاج الكاس ديال زيت المائده، 200 غرام ديال السكر سنيده، واحد خماره كيماويه، 3 ديال البيضات، واحد القشور ديال الحامضه محكوكه ديال السيترون، وقبصه ديال الملح. وغادي نحتاج غندير معلقه ديال الكونفيتير السائل الخاص بالحلويات، وغادي نحتاج السكر سبيسيال، سكر كلاسيك سبيسيال، داك الرقيق الخاص بالحلويات، يعني خصكم تشريوه ماشي العادي، هذا اللي تيكون ما مكورش وتيكون رقيق بزاف، واللي تيصلح للتفنيد ما كيتحيدش من الغريبه. اول حاجه غادي ندير البيض، غادي نضيف السكر سنيده، قبصة الملح والحامض، معلقة ديال الكونفيتير الجاري، ماشي الكونفيتير اللي كناكلو اللي كنديرو فيه الطريفات. نحاول نخدم كل شيء يما بالطراب اليدوي يما باليد. انا خدمته مزيان، دابا غنزيد نضيف الزيت ونخلط. تنشوفو تخلط عا نضيف الكوك. صافي، دابا نضيف الكوك كامل 250 غرام. انا خدمته مزيان، دابا غنزيد نضيف الزيت ونخلط. تنشوفو تخلط عا نضيف الكوك. صافي، دابا نضيف الكوك كامل 250 غرام. دابا غنضيف السميدة شوية بشوية، ومعها شوية ديك الخمارة. دابا غنخلط بيدي باش نعرف قياسي. هادي تعلق مزيان وتخدم مزيان، ديرو غير شويه بشويه. قلت لك ما كتعرفوش النوعيه ديال الكوك واش كيشرب، كاين الكوك اللي تيشرب دغيا، هذاك اسوأ نوع. تمشيو عند مول الحلويات تقول لهم عطيني الكوك المزيان، الاخر تيكون باين حبته غلاض وناشف. نعلقها مزيان، غنزيد شي شويه ديال السميده
نضيف غير واحد شويه تقريبا واحد 30 غرام نحس بها بدات كتجمع ليا بحال هكا مازال غادي نخليها تشرب واحد 10 دقائق صافي دابا نخليها واحد 10 دقائق وعاد نكور تدوز 10 دقائق كندير يدي في شويه ديال الماء زهر ما كنفندهاش غير كندير يدي وتنهز واحد الكويره تقريبا فيها 30 غرام على حسب الحجم اللي بغيتو كاين اللي كيبغيها صغيره اولا كبيره صافي وتنبرك ليها هي واحد شويه في الكف ديال يدي باش ما كتجنيش طالعه بزاف وكندوزها بالسكر كلاصي كامله ونحطها في واحد اللاطه مفرشه بالوراق باش ما تلصقش لان هذه كتلصق كيدوب فيها داك السكر وكتلصق ماشي بحال المعلكه نفس الطريقه كنعمل كويره كويره حاولوا ديروهم قادين تقريبا كما انا درت فيهم 30 وندوزها انا نورمالمون كندير بزاف ديال الكويرات وكنلحهم هنا عاد كنبقى كنهز بحال هكا فايح باش ما بقاش كل ساعه يدي كتعمر لي بحال هكا الفران خصو يكون سخون بزاف يكون ماشي تخليوه بارد ديرو لا يكون سخون وعاد تنقصو وتدخلوه باش ديك ديال الحاجه اللي كتخلي الغريبه دغيا كتشق الا كان الفران بارد اولا ما سخونش بزاف ما كتشقش مزيان هكذا صافي غنضرب نفس الطريقه حتى كنسالي الكويرات كاملين كندوزهم في السكر كلاسي سبيسيال كنأكد يكون سبيسيال الغريبة ديما استعملوا سبيسيال انا كناخد الباكية كندير بها عجينة السكر كندير بها الغريبة كتنفعني حسن من العادي كاين واحد الباكيات تيقولوا بانهم سبيسيال ولا تيكون حتى الثمن ديالهم ناقص راه ماشي سبيسيال هذاك راه كتلقيسي كتلقاي حرش انا هاد اللي كنستعمل كنشريه ب 12 درهم الكيلو تلقى واحد صاشي درتها في واحد لاطه مفرشه بالورق باش ما تلصقش وبعت بيناتهم لانها كتكبر هي مع الخماره صافي دابا غاد الفران راه مسخن مزيان غادي نقص عليه وندخلها من التحت طيب من التحت عاد تشقق عاد نطلعها طيب من الفوق شقات لي الغريبه كانت عندي لهنا لتحت وطلعتها للفوق ودرت واحد شويه كنبقى ليا لاطه اخرى درتو عاوتاني لتحت ملي تشقق نعاود نطلعو الفوق خصكم تخليوه تصبروا عليه حتى تشوفوها دارت بحال هكايا ما تزربوش عليها ولا تشوفوا تقولوا راه مازال ما تشقاتش راني راه نطلعها لا راه خصها الوقت صافي تشوفيها بحال هكا ولات وعاد طلعيها النهائي ديال الغريبه انا خليتها كما قلت لكم الفوق حتى شدت راسها ما تخليوهاش طيب مزيان داك التحرق ليكم ردوا البال ليها ملي جبدتها خليتها حتى بردات عاد حيدتها من لاطا بالنسبه للسميده كما قلت لكم 250 غرام ممكن تكون اكثر ممكن تكون اقل على حساب الحجم ديال البيض وعلى حساب السميده النوعيه ديالها هي والكوك زيدوا شويه بشويه تحصلوا على الخليط ما يكونش جاري وما يكونش عاوتاني قاصح بزاف جاريه راه كتحل في الطياب وقاصحه عاوتاني ما كتجيش زوينه كتجي ميت في الطياب ديالها ملي كتعضي فيها كتلقيها قاصحه تكون مويان وراك ملي كتخليها ترتاح راه كتزيد تشرب وكتزيد تجمع كنتمنى تجربوا هذه الوصفه الى عجبتكم
بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وشجعوني باللايكات وبالتعليقات واي استفسار. مرحبا والى اللقاء في وصفة جديدة ان شاء الله.